السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودائما معكم بالعلم متابعي الناطق الرسمي لعصبة الدار البيضاء سطات، ونحن نتواجد عند أحد أبطال الجمعية البيضاوية البطل هشام الراجي لتحقق واحد الإنجاز كبير وكبير جدا ضمن مسابقة مدينة تكانت، ونشوفوا البطل ديالنا كيفاش شاهد المسابقة وكيفاش كان الإعلان ديال الأخ الراجي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سي بلعيد تحياتي، كنحييك على هاد المجهودات اللي كتقوم بها. تقريبا راك ما كتبقاش علينا، الله يجازيك بخير، والحمد لله تلقى دارت في واحد الاجواء زعما زوينه، مي غير هي كانت صعيبه، كانت صعيبه، وكانت الحمام تقريبا تجهد فيها بزاف. الحمد لله، وكان بعض الرياح المعاكسه هي اللي كان الرياح المعاكسه، وميم طون كان الجو سخون شويه. مبروك عليك، وتمكنتي باش تكون بين الاوائل في الجمعيه البيضاويه وايضا عصبه مدينه الدار البيضاء، وهذه هي الحمامه الاخر راجي باش علتي بالديكلاراسيون كما كتشاهدوا. الحمامه الاولى هي هذه كما كتشاهدوا معنا في الصوره، هي الحمامه المعلن عند البطل هشام الراجي عن الجمعيه البيضاويه. وبالنسبه للحمامه شنبوره كبيره الاخ هشام. خويا الحمامه شنبوره، هذه هرمز هيرمانس ولو فينيسترا فالو ديال الاخ عماد اللي كنشكرو بهاد المباراة، نعمان عماد. وبالنسبة للانثى هي ديال الهيرمانس ديال السي رشيد اوتيشا اللي كنشكرو حتى هو بهاد المباراة، وتقريبا اختها هي في المسابقة ديال بويكرا هي السيزيام، تقريبا السيزيام اخت ديال هاد الذكر. الاخت ديال هاد الذكر في هاد الموسم ياك. في هاد الموسم مبروك عليك الاخ هشام. وكاينه الحمامه الثانيه اللي حتى هي مع 44 حتى ان شاء الله غتكون داخله ان شاء الله كما كتشاهدوا معنا في الصوره، هذه الحمامه الثانيه. الحمامه الثانيه، وهذه الحمامه هذه هي اخت الحمامه اللي تكلاصات سيزيام في ولاد جرار. في ولاد جرار. ولاد جرار هذا الاخ ديالها. وبالنسبه للسلاله ديالها بحال الاخرى ولا؟ لا، السلاله هذه السلاله ديالها ارضي. أرضن. أرضن. هذا ولد العيونية ديالي مع 87. مع 87، مبروك عليك الأخ هشام. وحققتي وزيتي الضرب ديال الجمعية البيضاوية، وكتديكلاري من بين الأبطال سواء في الجمعية البيضاوية ولما لا عصبة مدينة الدار البيضاء، وتيحضر معنا واحد البطل حتى هو اللي هو الأخ نعمان اللي معروف بالحمام الديكور ومعروف في مدينة الدار البيضاء وفي الساحة الوطنية عامة. ونخليو ليه تكلمنا أكثر على البطل ديالنا هشام الراجي. الأخ نعمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا كنشكر السي بلعيد على هذه المجهودات اللي كيقوم بها، لأننا ما كانش بحال الناس عندنا الأولى عام تزيد قدام. بالنسبة للأخ هشام الراجي اللي يلاه 3 سنين الأولى عنده، راه ماشي شي بطل قديم، تبارك الله راك شفتوه حقق ألقاب، وكتلقاو في أي مطلق ديما حاضر من الفيتاس حتى الفون حتى الدومي فون حتى الفون. وهشام تبارك الله راه مولوع واعر وكيخدم على الحمام، وخا عنده حمام عنده سجنة عادية، ولكن تبارك الله الخدمة ديالو هي كتخلي الحمام ديالو ديما في السباقات في جمعة المراتب متقدمة. تتمنوا لي حد اوفق في باقي المسابقات القادمة. وبالنسبة للمسابقة الأخ هشام، درتي شي زعما وجدتي الحمام بما فيه الكفاية الأخ هشام؟ شنو نقول لك أخويا بالعيد، بالنسبة لأي مسابقة أي واحد كيحاول كيدير المستحيل باش يحاول الحمام ديالو يكون في دي بون كونديسيون باش يحاول يكون بارمي لي بروميير. وحنا بالنسبة لنا إن فوا ملي كتدخل لي كومبيتيسيون كتحاول دير المستحيل باش تحاول تديكلاري مزيان وتنشط، ومن بعد تنشط مع الدراري كاملين. هذا هو المهم. الحمد لله مبروك. من برادا كنبلغ التهاني ديالي للناس ديال بعض السيطرة المريض، سي بلوك هشام وسي بيصاص وسي حكيك، حتى هما كنحييهم هذا من برادا. والاخ عماد نعمان حتى هو راه خونا وحبيبنا، كان باغي يحضر معنا ساعة ما ان شاء الله. والاخوان البشير بوحسين حتى هما ملي كانت مجموعة السيطرة المريض راه فيها تبارك الله غير الابطال. ملي كتقول السيطرة المريض راه كتجبد البشير اوتوماتيك، حتى هو الرئيس. هو الرئيس. هو الرئيس. هو محسن. تحية لي من هذا المنبر مباشرة عند البطل هشام الراجي، وشوفوا الابن ديالك واش غيقول لنا شي كلمة على الاب ديالو، شي كلمة باختصار. بسم الله الرحمن الرحيم. كيفاش كتشوف الاب ديالك وهو كيديكلاري الحمام ديالك فحمام؟ دائما هو البطل، ديما في القمة، دائما. كتحضر معاه مرة مرة في الديكلاراسيون؟ شي مرة تنكون انا عندي التمارين. عندك التمارين، عندك القراية، مبروك عليك، مبروك عليكم عامة، مبروك للعائلة ديال هشام الراجي عامة،
ودائما معكم بالعيد المنتقي الناطق رسمي لعصبة الدار البيضاء. وشي تحية للإخوان اللي غتقدموا شي للإخوان خارج مدينة الدار البيضاء. كنحيي الأخ خيران محمد ديال فرنسية، وكنحيي الأخ نور الدين زهرة، وتوني فؤاد، وبرونتو، هادو كلهم كنحييهم لأنهم تاهما ما كيبخلوش علينا. برونتو من إيطاليا. برونتو. أنا سمعت برونتو، برونتو إيطاليا. كنحيي تاهما حيت ما كيبخلوش علينا أي حاجة احتجناها ما كتخص ديال البرودوي ديال الحمامة، ما كيبخلوش علينا وكيعطيونا لافورماسيون، الله يجازيهم بخير. الحمد لله الأخ نعمان. كنحيي بهذه المناسبة الصديقين العزيزين هي هو رصاص عبد الحميد وخيران محمد اللي هما كيتواجدوا في الديار الفرنسيه، وكنتمنى لهم ان شاء الله العام يجوا في الصيف باش يجيو، ما غاديش يولعوش معنا، ما غاديش يدوزوا معنا الصيف وصافي. ان شاء الله بالتوفيق لجميع الابطال سواء الجمعيه البيضاويه وابطال عصبه الدار البيضاء. ومن هذا المنبر توجر واحد التحيه لجميع الابطال المغاربه اللي كتوجهوا عبر الوطن العربي وفي الديار الاوروبيه والامريكيه والمملكه المغربيه خاصه. الى هنا نستودعكم الله وفي امان اللقاء بكم مره اخرى ومع بطل اخر ومع مسابقه اخرى في امان الله.